من الأحكام التي ينبه عليها تتعلق بهذا الموضع من واجبات الصلاة كما تقدم قول ربنا ولك الحمد لمن؟ لإمام ومأموم ومنفرد. الآن كثير من الأئمة هداهم الله في قنوت الوتر في صلاة التراويح يقول سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت، ولا يقول ربنا ولك الحمد. وقد سألت بعضهم لأني لاحظته يسرع في هذا، فذكر أنه لا يأتي بقول ربنا ولك الحمد. فصلاته ما حكمها؟ صحيح ولا غير صحيحة؟ إن كان سهوا أو جهلا وهذا هو الواقع فصلاته صحيح، لكن يسجد السهو، ما هو بالأمر سهل صلاة صحيحة، لا، كان عليه سجود سهو وتركه. وأما إن كان متعمدا فصلاته باطلة والأمر عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن. إيش معنى الإمام ضامن؟ رواه أبو داود وغيره. إيش معنى ضامن؟ يضمن صلاة من وراءه، يضمن صلاة من وراءه. ولهذا كثير من أهل العلم كانوا يتحرجون من الإمامة لأجل ثقلها، أن الإنسان يضمن صلاة من وراءه، وإذا كثر الجمع كبر الثقل. إذا يصلي وراك 100، 200، 1000 يعني أنت تضمن صلاة هؤلاء. وإذا كان الإنسان يستثقل أن يضمن رجلا في سداد 1000 ريال فكيف ثقل أن تضمن صلاة 1000 يصلون وراءك؟ فمن يكون إماما للناس ينبغي أن يحرص على تعلم أحكام الشرع ويتفقه فيها، ومن جملتها هذا الموضع، وذكرته لقرب العهد من رمضان لأنه يتكرر بسبب التفريط في الاعتناء بمعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة. نعم.